مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، باتريسيا المر معكم. وحلقتنا اليوم هي عن الآيسينج شجر. الآيسينج شجر مطلوب كتير بالرستات، ومنهم الرويال آيسينج أو الباتر كريم. أنا اليوم رح أعمل نص الكمية وأنتوا بتقدروا تعملوها دوبل. رح بلش مع 500 جرام سكر، بحطهم بفود بروسيسور وبلش أطحنهم. فينا نبلش بسكر بودرة من البداية ومنوفر وقت ومنوفر تعب للفود بروسيسور، لأنه للصراحة أنا الفود بروسيسور تبعي تعبت وحميت. منضلنا نطحنهم ليصيروا مثل البودرة، ولما منجي منرفع الغطا مننتبه لأنه في غبرة بتطلع وحتى السكر بيحمى، بدنا نكون كتير منتبهين. هيدي بعد دقيقة مثل ما نكون شايفين انطحنوا، بس بعد انطحن منضلنا نجرب نطحنهم ليصيروا كتير ناعمين. الأفضل أنه يكون عندكم الفود بروسيسور الكبيرة تشتغلوا عليها، والأفضل أنها تكون إزاز، لأنه إذا كانت بلاستيك السكر بيجرحها. الآيسينج شجر هو السكر منعتازه بالرويال آيسينج، منعتازه لنزيده على أي باتر كريم لأنه بيعطي نتيجة مهمة، كرمال لأنه منزد له كورن فلاور، وهو بالأساس مطحون أكتر من السكر الناعم يلي منلاقيه بالسوق. نحنا رح نضلنا نطحن ليصير كتير ناعم، وفيكن تستغنوا عن هيدا الموضوع وتجيبوا سكر بودرة وتطحنوه زيادة وقت وبتزيدوا عليه الكورن فلاور. من بعد ما انطحن معي منيح السكر عم زيد ملعقتين ونص كبار من الكورن فلاور. اكيد للكيلو منزيد 5 ملاعق، ومنرجع منطحن حوالي دقيقة. يلي عنده الفود بروسيسور الكبيرة افضل يعمل كيلو بفرد مرة، وهيك بيكون جاهز معنا الآيسينج شجر يلي منقدر نستعمله مع الرويال آيسينج من مواد حاضرة بالبيت. بتمنى انه حلقتي تكون عجبتكم وتكون مفيدة. شكرا لحضوركم.